اللهم إن الأمر أمرك، والخلق خلقك، والقضاء قضاؤك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إن لك عبادا ينتظرون فرجا فبشرهم، وعبادا يسألون الشفاء فعافهم، وعبادا يرجون رحمتك فارحمهم، وأموات ينتظرون دعاء لهم فاغفر لهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والمسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن الأمر أمرك، والخلق خلقك، والقضاء قضاؤك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إن لك عبادا ينتظرون فرجا فبشرهم، وعبادا يسألون الشفاء فعافهم، وعبادا يرجون رحمتك فارحمهم، وأموات ينتظرون دعاء لهم فاغفر لهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والمسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو جرى.